اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم فقراتنا الفنيه. احنا معانا دلوقتي في هذه الفقره سيف الله محمود اللي بيعزف بيانو وعنده موهبه على الرغم من ان هو سنه صغير. هنسمع بقى منه حاجات حلوه كده وهيسمعنا بقى النهارده. صح يا سيف، هتسمعنا شويه حاجات كده على البيانو. اولا منورنا في صباح الورد، وانت اول مره بقى تطلع في برنامج على الهواء وتعزف فيه وكده، صح؟ طب قول لنا انت الاول عندك كام سنه وبتدرس؟ كنت اقول لك بتدرس ايه، انت بتدرس في سنه كام؟ لسه في المدرسه. بتدرس في سنه كام؟ في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. فعندي 14 سنه. عندك 14 سنه وبدات بقى تعزف بيانو من وانت عندك كام سنه؟ 12 سنه. 12 سنه، يعني انت بقى لك سنتين دلوقتي بتعزف. ايوه. طيب ايه اللي خلاك انك تبقى عايز تعزف بيانو؟ وانا صغير كنت بحب البيانو، بحب اسمع المقطوعات يعني لعمر خيرت وكده، فحبيت ان انا اعزف بيانو مش اي آلة تانية، بس برضو بحب الآلات التانية. يعني بتحب الآلات التانية؟ انا احييك طبعا على اختيارك لعمر خيرت مبدئيا، يعني لانه يعني لا يعلى عليه بصراحة في مزيكته، انا بحبها جدا. طيب خلينا بقى نتكلم على البيت والأسرة اثروا فيك ازاي في المزيكا، يعني هل في حد موسيقي مثلا في العيلة انه تختار آلة البيانو دي تحديدا، كان ايه سببها؟ لا انا اللي كنت مختار آلة البيانو، بس بابا بيحب الميوزك كده برضو بيحبها، كان بيسمع مشغله في البيت على طول ولا بيمارس الموسيقى؟ لا بيسمع. والعيله كلها بتحب برضو الموسيقى وتسمع وكده، فكانوا بيشجعوني برضو. ايه الموسيقى بقى اللي بابا بيسمعها كان على طول وانت اتاثرت بيه؟ بابا بيحب عمر خيرت، فهو يعني كان بيخليني اختار عمر خيرت. وتيتا وجده بيحبوا ام كلثوم وعبد الحليم، فكان بيخليني اعزف ام كلثوم. يعني كمان الموسيقى العربي الاصيله يعني، والناس العمالقه يعني. طيب ما تيجي نسمع حاجه كده، تسمعنا حاجه؟ ماشي، نبدا بنسمع علينا الهوا. يلا بينا. يلا. برافو برافو برافو. انا عايز اعرف بقى تكنيكلي يعني ايه الفرق ما بين الاورج والبيانو، يعني هل مثلا لو انت بدات تتعلم على الاورج تقدر تعزف على البيانو ولا هما زي بعض ولا إيه؟ لا هما مش زي بعض، بس ممكن اقدر ان انا اعزف على البيانو انا، بس في حاجه اسمها التاتش في البيانو اللي هو ازاي على حسب ضغطتي على النغمه ازاي تطلع الصوت عالي ولا واطي. ده بالنسبه للاورج ولا لا؟ ده بالنسبه للبيانو. بيبقى اتقل في الاورج، بيبقى خفيف شويه. ايوه بالظبط، يعني فعلا الصوابع بتاعت البيانو بتحس ان هي لكن ده خفيف شويه. اوكي. والاورج اله وتريه اصلا، لكن البيانو اله بالعكس.
آلة البيانو آلة وترية. إلكتريك. البيانو آلة وترية والأورج إلكتريك. آلة كهربائية. زي زي الإسبانيش جيتار مثلاً والبيئي والإلكتريك جيتار. حاجة يعني نفس الفكرة. يعني أنت التدريب بتاعك الأساسي على الأورج ولا البيانو أصلاً؟ لا، في الأول خالص أول ما بدأت كنت بتدرب على أورج. لما بابا وداني الجامعة بتاعت كفر الشيخ اتدربت على البيانو، ومن ساعتها بقى حبيت البيانو فبقيت أتدرب على البيانو. أنا بس حاسس يا سيف إن أنت يعني ما بقالكش سنتين، انا حاسس ان بقالك اكتر من سنتين. لا يعني مش سنتين والله، لانه انت الـ الـ يعني العزف بتاعك يمكن متقدم شويه يعني. قول لي انت بتتدرب قد ايه يعني، بتقعد في اليوم مثلا بتتدرب قد ايه؟ او اول لما بدات كنت باخد تمارين، بقعد على التمرين الواحد اعمله ساعه. ده تمرين يعني كده تمرين. بس انت دارس نوتة ولا كله سماعي كده؟ لا، انا درست حاجات نوتة، يعني في حاجات هعزفها بنوتة وفي حاجات لا، يعني حاجات في الاول خالص دي درستها سماعي، كانت لسه ما بدأتش النوتة. طب انا مش قادرة استنى طبعا ان انا ما اسمعش عمر خيرت منك، وعايزة عمر خيرت كتير يعني، كذا عمر خيرت، وكمان احنا عارفين انت بتعزف لبيتهوفن، فدي حاجة برضو كبيرة جدا، فتبتدي بعمر خيرت سمعنا ايه؟ ممكن فيها حاجة حلوة تسمعنا، قضية عم أحمد مثلا، فيها حاجة حلوة. يلا يعني صعب قوي ان الواحد يعني يصدق علي. انه كمان اول مره يلعب كمان على الهوا، وانه بقى له سنتين بس بيلعب. يعني انت بتسمع الحاجات دي وبعدين تقعد بقى تلعبها يعني، ولا حد بيعلم لك يعلمها لك مثلا تلعبها ازاي؟ لا، انا في كذا اغنيه انا متعلمها بنوت يعني. بنوت بس مثلا اغنيه او حاجه عمر خيرت علينا الهوا انا سامعها.
سمعت. بتسمعها وتقعد بقى يعني ده في الاول دي عزفتها في الاول خالص. هو عمر خيرت عمر خيرت لا نوتة بالنوتة. طب والله برافو عليك جدا جدا. طب سيف انت يعني عندك حلم ان انت تبقى شبه حد معين من اللي بتعزف لهم ولا انت قاعد بتصمم او شخصيتك كده اللي انت عايز تشوفها في المستقبل؟ لا هو انا عايز اعمل زي عمر خيرت يعني اعزف حاجات شرقية برضو يعني الف حاجات شرقية زي اللي هو كان بيعزفها على البيانو. طيب قضية عم احمد بقى من المقطوعات اللي يمكن يعني بتبقى بتهز القاعة كلها طبعا وكل مقطوعات عمر خيرت رائعة يعني. فانا نفسي اسمع قضية عم احمد. طيب ماشي يلا بينا. الله 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 يعني متعتنا بثلاث مقطوعات حلوين جدا. نسم علينا الهوى قضية عم احمد فيها حاجة حلوة ولو كان في وقت اكتر من كده كنا يعني سمعنا حاجات تانية كتير قوي. نورتنا وبنشكرك على وجودك معانا وبنتمنى لك التوفيق طبعا في كل حاجة يعني هتعملها في المستقبل ويعني بنتوقع ان انت اكيد هتبقى يعني لا هي موهبة هايلة جدا وبتمنى لك كل التوفيق يا سيف. نورتنا ومتعتنا بالمزيكا بتاعتك. بنشكرك جدا جدا. بشكرك يا كريم. بشكرك يا ماما. صباح الورد عليك. وبشكر طبعا كل مشاهدينا على حسن المتابعة. احنا حلقتنا خلصت لكن يومنا لسه بيبتدي. صباحكم صباح الورد.